طلابنا حول العالم. السلام عليكم أيها الأصدقاء، اسمي عبد الصمد، أنا من بلاد الهند وفي ولاية كيرلا. هذا بيتي جديد. الجديد بني هذا البيت بالتراب. من التراب. هنا اليوم مطر شديد. هذا بيت تجري من تحتها الأنهار. وفي الشرفة دراجتان بخاريتان ودراجات هوائيات. أمام البيت حديقة جميلة. وفي هذه الحديقة بركة صغيرة. بركة. وفيها زنبق الماء. وفي البركة أسماك كثيرات صغيرات. كثيرة صغيرة. وفي الحديقة شجرة كبيرة. وعلى الشجرة أرجوحة. هذه حجرتي للقراء. الآن هنا إقفال تام، ولذلك أعمل من منزلي. شكرا جزيلا. This YouTube channel Hidayah Center, very useful to learn Arabic. Thank you your effort. Jazakumullah.